النبطية عم نتعرض لترهيب، نحن بالنبطية عم نتعرض لتعنيف وترهيب من زعران، من الشبيحة، من كلاب النظام. نحن البلدية عم تزعبنا من قلب الساحة ومدوا ايدهم علينا وعم يضربونا. بتمنى منكم كل حدا عم يوصل هيدا البوست هيدا الفيديو يحضره، شوفوا هيدا الزعران كيف عم تتعدى على الناس. الكلاب شبيحة النظام، الكلاب شبيحة يسقط يسقط حكم الأزهر. بترجيكم تعملوا شير للفيديو، خليه يوصل لأكثر عدد ممكن من الناس. نحن عم ننضرب، مد ايدهم علينا وبدون يزعبونا من الشارع بالقوة، ونحن ما حنفتح.